السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في قناة إيادو فلوغ. هذه المرة غادي تمشيو معايا لواحد الريستورون كاين في أجيو في الرباط، مخصص في الأكلات ديال سوريا، أكلات شامية. واحد البلاصة زوينة وعندهم ماكلة نقية ديما تناكل فيه، ما عمر ضرتني شي حاجة. نخليكم مع الفيديو، ما تنساوش أبوني ولايك ودي كومونتير إذا كان. Thank you.